إذاعة سلطنة عمان تقدم الموسوعة العمانية. الموسوعة العمانية. الموسوعة العمانية. إعداد وتقديم محمد المرجبي. إخراج سيف الجرداني. الموسوعة. السلام عليكم ورحمة الله. من المجالات التسعة التي تناولتها الموسوعة العمانية المجال الاقتصادي، الذي يغطي مختلف المواضيع المتعلقة بالحياة الاقتصادية العمانية المتمثلة في أنشطة الإنتاج والاستهلاك والتفاعل بين الأفراد والمجموعات داخل الوطن وخارجه، والأطر والقوانين التي تسنها الدولة لتنظيم تلك الأنشطة. وقد تناولت مداخل مجال الاقتصاد جوانب من التاريخ الاقتصادي العماني كالنقود المتداولة تاريخيا والتجارات التي اشتهرت بها عمان كتجارة التمور واللبان والخيل، إلى جانب الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التاريخية كمعونة زنجبار. كما تناولت الموسوعة أيضا جوانب من الاقتصاد التقليدي كالأسواق التقليدية بأنواعها وما تتضمنه من ممارسات ذات خصوصية عمانية كنظام المناداة وإدارة الأسواق. كما يغطي المجال الاقتصادي العمالة والسكان، وكذلك ما يتعلق بالاقتصاد المالي والنقدي وأسواق رأس المال وقطاع البنوك. الموسوعة. وفي التخطيط والتنمية يشتمل مجال الاقتصاد في الموسوعة على موضوعات متعددة كالإحصاءات الاقتصادية والمسوحات والخطط التنموية الخمسية والتنويع الاقتصادي والحكومة الإلكترونية، إضافة إلى التشريعات والقوانين الاقتصادية المحلية ومؤشرات الأداء الاقتصادي. ويقدم المجال أيضا تفصيلا للقطاعات الاقتصادية التي تساهم في الإنتاج الوطني كقطاعات النفط والغاز والصناعة والزراعة والأسماك وقطاع الخدمات إجمالا ومفصلا. ويتناول أيضا قطاع التجارة الداخلية وقطاع الاتصالات وقطاع الخدمات العامة وقطاع السياحة. كما يشمل مجال الاقتصاد في الموسوعة العمانية ما يتعلق بالمالية العامة كالإنفاق والإيرادات الحكومية والضرائب والجمارك، وقد ساهمت الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة في تزويد مجال الاقتصاد في الموسوعة العمانية بالبيانات والوثائق والمطبوعات. غدا نتناول مجال تاريخ عمان القديم. الموسوعة العمانية مع تحيات محمد المرجبي وسيف الجرداني. الموسوعة.